منذ عرفناك أخانا وأنت تجاهد في سبيل الله، وقد بعت نفسك لله، وقتك، حياتك، مالك، ما أعطاك الله سبحانه وتعالى عز وجل من علم وفهم ومال وصحة، كنت تنفق بلا حساب. من حي رياض العروس، قلب مدينة مراكش النابض، كانت بداية رحلته رحمه الله في هذه الحياة. وبين جنباته تربى وترعرع وسط أسرة عريقة تجمع بين الوجاهة والعلم وجهاد المستعمر. الوالد ديالي كان في أيام المقاومة، أنا عاقلة في أيام المقاومة، فاش كان وبا الله يرحمه تقبط هذيك الوقت جوج قبطات، تقبط في القبطة تاعت بالريمة، وتقبط في القبطة كتبوا واحد للرسالة الرئيس الجمهورية، نهار كان مرفوض محمد الخامس. الدراسة ديالي كانت في الحضار أولا، كتاب كان عندنا واحد الكتاب في الحي في الدرب حدا الدار عندنا حدا الجامع، تنمشيو تما تنحفظوا القرآن. كنت قد تتلمذت على فقيه، عرفت فيه مزايا وخصال كثيرة. بعد مرحلة الكتاب التحق الأستاذ أحمد الملاخ بالتعليم النظامي بمدرسة الحياة الابتدائية التي أسستها المقاومة. وقد عرف رحمه الله بالنبوغ والتفوق طيلة فترة دراسته التي توجت بحصوله على شهادة البكالوريا، مزاوجا في ذلك بين التحصيل العلمي والحياة المهنية في سلك التعليم الابتدائي. هو ديما طموح تفكر بيقرا، ديك الساعة عنده غير ديك البروفي، والوالد ديالو حتى عليه باش يخرج يخدم، طاع الوالد ديالو خرج. ديك الساعة التعليم سهل الانسان باش تيقول لي راه بغيت نقرا وبغيت نزيد نقرا، نقول لي الله يبارك. فعلا في 67 طلع للرباط، قبط الباك ديالو وطلع للرباط. بعد حصوله على البكالوريا التحق بكلية الآداب بالرباط، حيث حصل على شهادة الإجازة في اللغة الفرنسية وآدابها، ثم دبلوم الدراسات العليا، الشيء الذي خوله الارتقاء في سلم الوظيفة بسلك التعليم، حيث عين أستاذا للسلك الثاني بثانوية أبي العباس سبتي، ثم بالمركز التربوي الجهوي بمراكش. عندنا عليه واحد النظره ديال الاب ديال الاستاذ، الاساتذه اللي ما يمكنش يتنساو، لانه بصمو يعني في المخيلات ديالنا وفي الذاكره ديالنا باقي شامخ. من افضل الاساتذه اللي قراوني في حياتي الدراسيه. انتقل الى مدينه الرباط، وفيها يشاء له المولى الكريم سبحانه أن يلتقي بأستاذه في مدرسة المعلمين بمراكش الأستاذ عبد السلام ياسين، ولتتوطد العلاقة بينهما ويلتحق بفضله بالزاوية البوتشيشية. وقد كان الأستاذ عبد السلام ياسين نعم الناصح والموجه لإخوته داخل الزاوية، حتى عرف بعبد السلام الشريعة، إلا أن توجيهاته كانت تلقى الصد خاصة بعد وفاة الحاج العباس، مما دفع الأستاذ إلى الانفصال عن الزاوية، وتبعه في ذلك الأستاذان محمد العلوي السليماني وأحمد الملاخ، لتكون بذلك رسالة الإسلام أو الطوفان الرسالة الموجهة إلى الحسن الثاني
بداية مرحلة جديدة من الدعوة والجهاد. كان سيدي عبد السلام مصرا على أن تخرج هذه الرسالة إلى العالم، وأن تصل إلى ما كتبت إليه، إلى من كتبت إليه. وفعلا وصلت الرسالة النصيحة إلى من كتبت إليه، فكان جواب الملك الحسن الثاني كما توقع الأستاذ عبد السلام ياسين بعنف السلطان وجبروته، حيث اعتقل الأستاذ عبد السلام ياسين 3 سنوات ونصف بمستشفى المجانين بمراكش. وكان نصيب الأستاذين محمد العلوي السليماني وأحمد الملاخ 1.5 سنة بمعتقل درب مولاي الشريف الرهيب في ظروف لا إنسانية، لتبدأ بذلك معاناة العائلة. فر الصديق وتعجبت العائلة، وعشنا مرحلة التشويش. المخابرات كانت تصنع الإشاعة بحيث أنه فلان قد قتل وقد قطع جسمه وأمور كثيرة جدا. اللي كانت يبعث الطمأنينة في الروح ديالنا هو الناس اللي كانت علاقته بهم في ذلك الوقت، السيد عبد السلام ياسين، السي مومين، الناس اللي سقراط، كنت الناس اللي تنتقوا فيهم وحنا صغار، حنا تنتقوا في الصعبة ديال اللي اختار الوالد ديالنا في ذلك الوقت. حنا تفاجئنا ذاك الحاج اللي تيقولوا الناس راه مات وراه توقف علينا. ايوا ما تصورش الفرحة ديالنا بداك النهار وداك الحادث كي داير. فرحنا بزاف، فرحوا الناس، دارنا دي بقات داخل الخارج، ما الناس بحال تقول عندنا عرس في الدار، فرحوا بالحاج. 2 سنوات بعد خروج الأستاذين محمد العلوي السليماني وأحمد الملاخ من المعتقل الرهيب، جاء الإفراج عن الأستاذ عبد السلام ياسين ليكون منطلق مرحلة جديدة في الدعوة والجهاد. كان المسجد بدايتها من خلال توجيه النصح لعامة المسلمين بعد أن لقي الصد والآذان الصماء من طرف ملك البلاد. دخل المسجد تدير الدروس، مش خطبة الجمعة، تدير الدروس. هذه الدروس كنت أنا مكلفني باش نصردها، لأنه الدروس تيكون فيها واحد الصريط. فكان ديك الساعة شعب الإيمان، شعب الإيمان هو واحد الكتاب كتبه السيد عبد السلام، فيه نصوص مفصلة على 10 الخصال وعلى 70 شعبة، علىها قول لا إله إلا الله. وما هي إلا أيام معدودة حتى وجهت هذه الدروس بسيف المنع المخزني. حينها بادر الأستاذ عبد السلام ياسين رفقة الأستاذ أحمد الملاخ إلى إصدار مجلة تكون منبرا للتواصل مع عامة الأمة، سماها مجلة الجماعة. لأنه عبد السلام كان منذ الانطلاق لا يفكر في إضافة روح جديد إلى جسم الحركة الإسلامية جماعة، ولكن يتحدث عن مشروع الجماعة الإسلامية التي تكون موحدة وتجمع جميع هذا الشتات ديال الجسم ديال الحركة الإسلامية. ولم يبقى مشروع لم شتات الصف الإسلامي بالمغرب حبيس أوراق المجلة، بل بادر الأستاذ عبد السلام ياسين إلى إنشاء لجنة مهمتها التواصل مع مختلف الفاعلين في الحقل الإسلامي، عهد إلى الأستاذ أحمد الملاخ بمهمة الإشراف عليها. جلبتنا مع الإخوان ديالنا وديالنا الإسلاميين، كلفنا باش ندوروا على الإخوان. مشيت انا والسي العبادي والسي الحاج ابراهيم الشرخاوي في الطوب ديالو كان تيصوب بينا، والسي البشيري اللي في الرباط، اللي في القصر الكبير، اللي في فاس، اللي في الشاول، اللي في تطوان، اللي في طنجه.
مشينا تنقولوا لهم هادو هذا قلبنا بين يدينا جينا نعرضوه لكم لنتعاون. فكانت تحفظات وكانت أسئلة، فقيل لنا اذهبوا فكونوا. وفعلا كانت الولادة مع تأسيس النواة الأولى لجماعة العدل والإحسان، فكان الأستاذ الملاخ رمز الوفاء لمرشد الجماعة وخطها الدعوي والجهادي من خلال مجموعة من المساهمات المكتوبة والمسموعة والمرئية، عالج فيها مختلف القضايا الفكرية والدعوية والسياسية والاجتهادية. ولازلنا نذكر مقالات سيدي أحمد الملاخ في مجلة الجماعة، كيف كان يبسط فكر سيدي عبد السلام وكيف كان يوضحه. لازم نذكر المحاضرات التي كنا نحضر إليها، خصوصا المحاضرات الفكرية في نقاشه مع اليسار وفي نقاشه مع المغربين وفي محاضراته في دور الشباب ومحاضراته في الجمعيات متنوعة. جماعة العدل والإحسان تبان بالنهاج، حاسبوها على منهاجها على فهمها، فهي لا تتحدث في الأواني المغلقة وفي الاجتماعات الضيقة وفي غياب عن الناس، ولا تأكل من لحوم الناس، ولا تتهمهم بالاتهامات الرخيصة. منهاجها واضح كل الوضوح كل الوضوح. هذه بعض المخطوطات التي وجدناها في كتابة المرحوم الأستاذ أحمد الملاخ، وهي على شكل دفاتر كان يكتب فيها خواطره وأفكاره، كما تضم مجموعة مشاريع كتبها في حياته رحمه الله، منها ما نشر في مجلة الجماعة، ومنها ما هو ينتظر الله عز وجل أن يوفقنا لنشرها. وللإشارة ترك مشروعين، الأول أشرت إليه سابقا وهي مشروع الدكتورة التي كتبها حول باللغة الفرنسية حول الزوايا في المغرب والمسجلة بالسوربون مع الدكتور أركون. إذن هذه الأوراق ديال الدكتورة. كذلك مشروع تقدم به أو بدأه في حياته وهو ما زال مخطوطا، وهو مشروع التزكية، تزكية النفوس، وهو على شكل عدد من الأوراق تضم فهرسة واضحة، وحسب تصفح لهذه الورقات أنجز ما يقرب من 70% من هذا المشروع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنشرها. صبران عمو مش تشكى ديما الحمد لله، حتى نهار في الاواخر ديال فاش اشتد علي المرض، خصوصا فاش مات السيد علوي بعيد وفاه سيدي محمد السليماني العلوي رحمه الله، اشتد علي المرض حتى انه ما بقاش يتكلم معنا، تكسف الضهر سكت، ولكن السبحه ذكر الله تتكلم ذكر الله. بعد طول معاناة مع المرض وافته المنية رحمه الله مساء يوم السبت 10 من صفر الخير 32 و400 وألف، حيث شيع جثمانه في موكب مهيب ليوارى الثرى بمقبرة الشهداء بباب دكالة بجوار رفيق دربه الأستاذ محمد علوي السليماني رحمه الله.
إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعشية تشييع جنازة الأستاذ أحمد الملاخ رحمه الله، نظمت جماعة العدل والإحسان حفلا تأبينيا وفاء لروح الفقيد، حضره جمع مشهود في مقدمتهم أعضاء مجلس إرشاد الجماعة وتلامذة الأستاذ ومحبوه ومجموعة من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من داخل المدينة وخارجها، إضافة إلى أعضاء الجماعة وأفراد عائلته الصغيرة. افتتح بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم بكلمة تأبينية للأستاذ المرشد، ذكر فيها بمناقب الفقيد وأخلاقه وسجاياه: وأواسيب جماعة العدل والإحسان ينصرف من هذه الدنيا تباعا يتلو الأولين الآخرون. ذهب سيدي محمد العلوي رحمه الله، وهذه حفلة سيدي أحمد الملاخ. هؤلاء الرجلان قد أبليا البلاء الحسن في هذه الجماعة، فكانوا ممن أسسوا العمل وصبروا وكانوا مثالا يقتدى به في استقامة السلوك الحسن والتهمم بمصير الأمة. صلى الله عز وجل أن يرحمهما وأن يحق بهما هذه الأجيال المقبلة. ربي واجعل والدي ديما في نعيم خالدين واسقهم حوضا معينا بالحبيب مولاي. وقد تخلل هذا الحفل جملة من الفقرات المتنوعة توزعت بين ابتهالات وشهادات في حق الفقيد وإهداءات شعرية تشيد بمناقبه رحمه الله. العين تدمع والفؤاد مسهد، كيف السعادة والمودع أحمد. مات الوفي فيا مدامع كفكفي، لا حزن إن رحل الجواد الأجود. التحق إلى جوار ربي، التحق بعد عمر مليء الجهاد والدعوة والتربية والعمل على إعلاء كلمة الله عز وجل. انتقل وترك من خلفه الدنيا الصالحة التي تدعو لها. باختصار نقدر نقول هو والقدوة ديالنا في الحياة ولا في الممات ديالو، ونتمنى نكونوا كيف ما بغى يشوفنا هو في هاد الدنيا. كان بغانا نحفظو كلنا القرآن ونسيروا على النهج ديالو كما سار الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والله يرحمه. بالنسبة لي متابة أب وعشت معاه أحسن لحظات في حياتي، رباني وعيشني في أحسن معيشة، ونتمنى أنني أكون متابة خلف ديالي إن شاء الله. كنت كصبط الله
أرى فيه عدة رجال وعدة شخصيات في آنذته، كان الجد، كان الأب، كان المعلم، كان الصديق. يا جدي يا أحمد الملاخ، لك البشرى والهناء في جنان الخلد والبقاء، يا قمرا بنوره يستضاء، يا أبتي يا رمز الوفاء، ربيت نصحت جاهدت، كانت حياتك كلها لله.